بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر، أشرف اليوم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار على مراسم انطلاق دورة تكوينية مختصة في مجال الكشف عن الأخبار الكاذبة. الدورة التكوينية التي تدوم 5 أيام بالشراكة مع ألفابي ممثلي شركة جوجل تهدف إلى تقديم تكوين نوعي للصحفيين لمحاربة الأخبار الزائفة والتحقق منها، حيث أكد وزير الاتصال أننا أمام عدة تحديات عديدة من أجل التأطير القانوني للمواقع الإلكترونية والشبكة الاجتماعية. التحدي الأول هو لازم ننجح في عملية الانتقال إلى من الصحف الورقية إلى مواقع إلكترونية. التحدي الثاني مربوط أو متعلق بإنتاج مضمون وطني قوي على الشبكة السيبيريالية، وهو موضوع سيادي أساسي وحساس اليوم، لازم نتفطن له بقوة. اهتمام أو تحدي ثالث أظن هو قمع الأخبار الغالطة أو الفيك نيوز كما يقولوا، وأخطر من ذلك للديب فاكس، يعني تركيبات الصوت والصور، تكوين حول موضوع تقصي المعلومات المغلوطة المنظم بمشاركة الشركة العالمية ألفابي ممثل شركة جوجل، هذه سابقة يعني في المنطقة. احنا كما كان تكوين أول لأسرة الإعلام فيما يخص مصطلحات التقنية تكنولوجيا الإعلام والاتصال، احنا التزمنا معكم باش نرافقوكم ونرافقوا أسرة الإعلام. هذا تكوين مختص في تقنية تقص المعلومات